نشوب حريق هائل في عقار مكون من 6 طوابق في المقطم. طبعا القوات الحماية المدنية الحمد لله نجحت في إخماد الحريق الهائل اللي شب في عقار من 6 طوابق بمنطقة المقطم، وأسفر عن إصابة أمين شرطة وإصابة مدني بالاختناق. تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطار من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل عقار مكون من 6 طوابق بشارع الزهور المتفرع من شارع الجامعة الحديثة بالمقطم. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء. تبين نشوب حريق بالطابق الثاني بعقار مكون من 6 أدوار، وأسفر الحريق عن إصابة شخصين، واحد مدني واحد فرد أمن فرد دفاع مدني بالاختناق، وتم التعامل معهم بواسطة سيارات الإسعاف وعلاجهم، وقام رجال الإطفاء بعملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة ثانية.